الله الله، ما احلى الهواء النقي. درجة الحرارة ناقص 10، بس تجمد شعرات مناخيرك وقت تتنفس معناته بتعرف انه درجة الحرارة ناقص 10. عرفت شلون؟ درجة الحرارة ناقص 10 لما بيجمد شعرات مناخيرك. ايه يا سلام، ما احلى شمس طايه يا ناس. لك الشمس شايفين لي اياها، الشمس ما احلاها ونيك متخبي في الشجرات. ولح يرجع عزك يا شام، لح يرجع عزك يا شام، ولح يرجع التلج ينزل بالشام. شايفين التلج؟ ايه ما احلى هالجو، ما في ما احلى الشجرة هذيك. واحلى الشي الله حيه والله، احلى شي شلون عم يزقزق التلج تحت رجليه. اسمع هذا الصوت حلو كتير. الحمد لله الحمد لله يا لطيف، شو عم نشوف خير. قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني الله يبارك الله يبارك الله يبارك. يا سلام، شايفين ما أحلاها؟ لك يا اخي والله التلج حلو، بعرف انه كرهته بس نعمه من عند رب العالمين. دخيل اسمه الله سبحانه وتعالى. هاي هيك لازم يكون في تلج، اذا ما في يكون في تلج تخرب الدنيا تخرب الدنيا. اذا ما بصير برد لازم يصير برد، لازم يصير ناقص 20. ايه ولح يرجع عزك يا شام، والتلج ينزل بالشام. الله حيو الله حيو أهل الشام. الله حيو الله حيو كل رجال. سامعين زقزقة التلج تحت رجلي؟ ولح يرجع عزك يا شام. ايه هي بحيرة، ها شوفوا البحيرة مش جمدة، روح نزحلق لنا شوية عليها. والله اهل الخير، انا اليوم انتخيت النشامة من اهل الشام، انتخيتهم. مساكين ما بيسترجوا يتحركوا هنيكي، لانه اذا بده يعمل خير ما بيخلون يعملوا خير، لكن الخير مانعينوا عنهم يخرب بيته. فاهل الشام انتخوا، والله في اخين انتخوا انتخاء مرتب، ان شاء الله حيساعدوها لهذيك المرأة المعترة. الله يكون بعون الناس. ايه سانجين بيست سانجين، ايه بيست سانجين، بي ساكنة بغلت مكة، بي براترم دمسكوس دمسكوس ليس دمسكوس. الله ان شاء الله سكيل دمسكوس والشام وسكت سنون كومر اوكسو في دمسكوس. هلا انا ماشي فوق المية يا جماعة، ها شايفين هلا صرت انا فوق البحيرة. ايه الله حيون الله حيون، شايفينهم عاملين لهم اياها للاولاد، قاشطينها حاطين لهم مقعد مشان يزحلقوا. هلا اذا وقعت لا تضحكوا علي. هلا والله شنو الزحلق، هي كلها بحيره تشمني مي انا، او الاحرى هذا بحر، هي مو بحيره، انا اسف عم لكم بحيره، هذا بحر. ايه ما احلاها. المهم مثل ما قلت لكم خير كثير 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 خير، اكثر ما تتخيلوا. امه محمد فيها خير والناس فيها خير، والله الناس فيها خير يا جماعه والله. لا اسي ماكي لا تخاف، اكثر من 20 سنتي ثلج جليد. شايف في حدا ماشي هيك امشي عليها من اولها لاخرها. بدك تشوف حذائي، شو حذائي؟ جزمه.
اشتريناها باللبس بمية كرون، صار لها 5 سنين الحمد لله عم تشتغل معنا. سوق الهي باعوني اياها بمية كرون، هي حقها اكثر من 1000 كرون. طبعا مو سرقه، لا مو سرقه، هذا مو سوق، مو سوق الحراميه هذا. لا ما في سمك، ما في سمك، هذا ما في سمك، بحر هاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم الواحد عم يقول لي ليش عم تقول قاضية الفصائل خوني؟ الواحد عم يقول لي ليش قائد الفصائل؟ أنا ما بعرف شو نياتهم هدلون قواد الفصائل، بس أفعالهم تدل إنهم عملاء وخوني. ما بدها الشغله اثنين يحكوا فيها. لا زت لك هذيك الشمس اللي كاك طالعه هنيك بدك تقلي اعطيني دليل، ما هي مثل الشمس واضحه. يطلع واحد منه لك اخي انا مشتهي شغلي بس من قواد الفصائل هذلوني اللي عاملين حالهم، عاملين لي حالهم ابطال. يطلع واحد على الفيسبوك، ما بده يطلع على الفيسبوك، بيطلع يقول يا اخي هيك 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 القصه، يقول احنا ما عم نتحرك السبب كذا كذا كذا. اما مو شاطي ما يطلع يعمل لي خطبه جمعه، ما بدنا خطبه جمعه احنا، يعني ما عم نخطب اكثر منه خطبة جمعة. بدنا يطلع يقول شو عم يصير، خلي هالناس تشوف شو اللي صاير بالدنيا، ما حاجتهم يدفعوا ثمنها، ثمن الخيانات تبعاتهم، دم وقتلة. هذا الأخ اللي قال لي عم تقول أنت قادة الفصائل، أنا شبع، أنا ما بيهمني شو في بقلبه لقائد القائد الفصيلة، أنا بيهمني شو عم يساوي، شو عم يتحرك، شو عم يعمل. يطلع يقول طالما انا عم بتهمه، انا عم بتهم قائد الفصائل انه، انا عم بتهم قائد الفصائل انه خونة وعملاء، عملاء لا تركيا ولا السعودية ولا قطر ولا غير هون ولا غير هون. تطلع واحد يقول اخي لا انا ماني عميل، يطلع لك اخي لك ليش يسكت؟ طالما واحد عم يتهمه وعم يقول له انت عميل وخاين وما عم تتحرك وما فيك دم ولا فيكن دم ولا فيكن نخوة، يطلع يقول لا كلام هذا كلام مو صحيح، انا كذا كذا، انا قائد الفصيل الفلاني وانا ما عم ساوي للاسباب التاليه. يطلع يورجينا حدا منهم حاله. لك ليش متخبيين؟ ليش متخبيين؟ ما بعرف، لا بيحكوا ولا بيحكوا ولا شيء، ساكتين. ليش عندكم هالاسلحه هاي؟ ليش حاطينها؟ شو عم تساوي فيها هاي الاسلحه؟ تقتلوا فيها بس المساكين الدبابات. إذا كانوا رجال قادة الفصائل، إذا كانوا رجال يطلع واحد منهم على الفيسبوك ويقول أنا اسمي فلان الفلاني وأنا قائد الفصيل الفلاني وأنا رؤيتي الاستراتيجية الشكل الفلاني وأنا ما عم بتحرك للسبب الفلاني وأنا ما عم بتواصل مع قائدة الفصائل الثانية للسبب الفلاني، يطلع يحكي لك، يطلع يحكي لك ليش ساكتي؟ هاي الفيسبوك كل الناس عندها فيسبوك. راح اغير على المساكين، غرقنا بالثلج، غرقنا بالثلج. لك اخي اذا ما بده يطلع قائد الفصيله يطلع المسؤول السياسي اللي عنده، المسؤول المتكلم باسم الفصيله او الحركه او البطيخ مبسمير اللي يركب راسه ان شاء الله، يطلع يقول، يطلع بقول احنا ساكتين على هالمساكين اللي عم ينقتلوا للاسباب الفلانيه. اما يطلع يخطب لي خطبه جمعه ويجيب لي ايات النصر من القران، ما هي كلها بنعرفها لحنا، هي لحنا بنعرفها من زمان وحافظين عن غيب، هي مو هي اللي بدنا اياها. بدنا يقول ليش هو ما عم يحرك الاسلحه تبعه وهالجيوش هي، ليش ما عم تحرك؟ يعطونا بس سبب يا اخي، اذا كان مساب عمالي وخياني قلوا لنا ليش. اوه على هالبردات ما احلاهم، اوه يا سلام تنعنعشنا، تنعنعشنا معقول. لك يا عمي الله وكيلك لو ما صارت الخيانه والعوامل والاوامر تجي من برا كان من زمان خلصنا من الشغله هي، كان من زمان وصلوا رح ياخذوا الشام كلها، رجعوا اجتهم الاوامر رجعوا لورا. هي خطوط حمراء، خطوط حمراء يا حرق اخت الخطوط الحمراء. امتى بدها تصير بيضاء؟ امتى؟
امتى هالمساكين هن ما يدفعوا ثمن هالحرب هاي. قال اعطيني دليل على خيانتهم. ليك الشمس بدك دليل على الشمس؟ ليك الشمس طالعة هاي شايفة بعيوني، ما بدها دليل. إذا واحد بيحكي بالغوطة بيحطوه بالقبو، إذا واحد بيجي رأيه هو رأيه. لك إما ننخص من طاغية، إجانا 100 طاغية. إيه يعين الله يعين الله. ما قلت لكم لح يرجع عزك يا شام، ولح يرجع عزك يا شام، لح يرجع عزك يا شام. يلا خاطركم، استودعكم الله، أمة محمد فيها خير. لا تنسوا لك بس يا أهل حوران، لك يخرب بيت شيطانكم، لك ليش ساكتين؟ ما عاد في عندكم نخوة ولا نشوة؟ وين النشامة لك أهل حوران؟ وينه؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم بس علي مطاطي رأسه.